بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرؤية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية قرون شهر رمضان في المنام. هنتكلم عن أهم البشارات اللي بيحملها لنا رؤية شهر رمضان أو رؤية قدوم شهر رمضان. أولا، لما يشوف الشخص بشكل عام قدوم شهر رمضان، من الرموز اللي بتطلع على خلاصه من أمور سيئة في حياته بشكل عام، خلاصه أو انتهاء مشاكل، هموم، فترة صعبة كان بيمر بيها. كمان لما يشوف الشخص انه صايم شهر رمضان او انه صام شهر رمضان بالكامل، فمن الرموز اللي بتبشره بفرحة وبسعادة وبتحقيق امنيات. اما لما يشوف ان هو صايم شهر رمضان ولكن صايمه بنفاق او برياء، فمن الرموز اللي بتدل على عدم وصوله لاي شيء هو كان بيتمناه، وكان في امر كان بيسعى عليه من فترة طويلة لكن للأسف هتدل على عدم وصوله للشيء ده. الفتاة العزباء لما تشوف ان شهر رمضان دخل عليها او قدوم شهر رمضان، من الرموز بتدل على نعم، على خير، على رزق. لما تشوف ان هي بتفطر في شهر رمضان غصب عنها او سهو منها، فمن الرموز بتدل على تغييرات ايجابية هتحصل في حياتها. كمان شهر رمضان للفتاة العزباء بشارة بتحقيق نجاح وبتفوق. لما تشوف ان هي صامت الشهر بالكامل، فده خلاصها من مشاكل ومن ازمات. كمان قدوم شهر رمضان للمرأة المتزوجة تفك كرب وزوال للهم، وكمان رزق هتحصل عليه، وكمان نعم وخير. المرأة المطلقة كمان بشارة ليها بالسعادة، بفرحة، بزوال حزن، بعوض من الله سبحانه وتعالى عن فترة صعبة مرت بيها. لما تشوف انها صامت شهر رمضان بالكامل، فمن الرموز اللي بتبشرها بالزواج مرة تانية، والزواج من شخص هيكون عوض ليها، وكمان بشارة ان حياتها هتكون سعيدة وهيكون فيها استقرار وهيكون فيها فرحة. الرجل كمان لما يشوف قدوم شهر رمضان فبيكون بشارة بحمل لزوجته لو كان هو متزوج، وبيكون بشارة بحملها في مولود ذكر، والله أعلى وأعلم. لما يشوف انه صام شهر رمضان بالكامل، فمن الرموز اللي بتدل على تحقيق أهداف، تحقيق نجاحات، تحقيق إنجاز في حياته بشكل عام.